بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في رسالة تزكية النفس لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ودرسنا هذا هو الدرس الأخير في هذه الرسالة المباركة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس العاشر من ليلة الأحد 27 من شهر شعبان من عام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على رسالة تزكية النفس لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله، وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب، الآية، فجعلهم من المصطفين. فإذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات، فهل تحبط بقدرها؟ وهل يحبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة، منهم من ينكره ومنهم من يثبته كما دلت عليه النصوص، مثل قوله: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الآية، دل على أن هذه السيئة تبطل الصدقة، وضرب مثله بالمرائي. وقالت عائشة رضي الله عنها: أبلغي زيدا أن جهاده بطل، الحديث. حسب. قال المصنف رحمه الله، وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب، يشير إلى قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال: فجعل من المصطفين. في هذه الآية أخبر الله عز وجل عن ثلاثة أصناف اصطفاهم الله عز وجل، والاصطفاء هنا للإسلام والتوحيد. الصنف الأول: الظالم لنفسه، وهذا هو المسلم العاصي الذي حقق التوحيد ولكن وقع في بعض الذنوب، فوقوعه في المعصية ظلم لنفسه بارتكاب هذه المعصية. والصنف الثاني: المقتصد، وهذا هو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات، ولكنه اقتصد على هذا الأمر ولم يسابق إلى النوافل والمستحبات، فهو مقتصد لا له ولا عليه، ليس له نوافل وسلم من الإثم، أدى ما أوجب الله عليه وتجنب ما حرم الله عليه. والصنف الثالث هو السابق بالخيرات، وهو الذي سابق إلى نوافل العبادات والمستحبات. فهؤلاء الأصناف الثلاثة كلهم اصطفاهم الله للإسلام، لكنهم يتفاوتون في العمل وفي الثواب. فتفاوتهم في العمل كما تقدم: الظالم لنفسه حقق التوحيد ولم يتجنب المعاصي، وقع في بعضها سواء كانت من الكبائر أو الصغائر، وهذا حكمه أنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. والمقتصد هو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات، وهذا مؤمن حقق الإيمان الواجب الكامل ومآله إلى الجنة، موعود بدخول الجنة مع رحمة الله، لأنه قد أتى بما أوجب الله عليه.
والسابق بالخيرات هو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات وتقرب إلى الله بالنوافل والمستحبات، وهؤلاء في أعلى الدرجات في الجنة وهم خيار المؤمنين. ويلاحظ أيضا تفاوت هؤلاء في دخول الجنة، فالظالم لنفسه قد يدخل الجنة ابتداء بعفو الله أو بشفاعة الشافعين أو بسبب من الأسباب التي يجعلها الله عز وجل سببا لنجاته، فإنه ثبت في النصوص الشفاعة في أهل الكبائر وفي أهل المعاصي، وأن الله عز وجل ينجيهم بهذه الأسباب. أو بأن ترجح حسناتهم بسيئاتهم، فإن بعض أصحاب المعاصي يأتي بالكثير من المستحبات ويكون له اجتهاد في الواجبات مع وجود الذنوب، فقد ترجح كفة حسناته بسيئاته فيدخل الجنة بالوزن، مثل صاحب البطاقة الذي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من هذه الأمة على رؤوس الخلائق، ثم ذكر الحديث وأنه تنشر عليه 99 سجلا من الذنوب والخطايا، فيقال له: هل ظلمك كتبتي؟ هل لك مظلمة؟ فيقول: لا، فيبهت، فتخرج له بطاقة فيقول: وما تفعل هذه البطاقة بتلك السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم، فتجعل في كفة وتجعل تلك السجلات في كفة السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرجحت البطاقة ولا يثقل اسم الله شيء. فقال العلماء: هذا نجا بالتوحيد، حقق لا إله إلا الله، ولكن لديه قصور بارتكاب بعض المعاصي فأنجاه الله عز وجل. وبعض أصحاب المعاصي يدخلون النار بعدل الله تبارك وتعالى ثم مآلهم إلى دخول الجنة. وأما المقتصد فهؤلاء موعودون بدخول الجنة ابتداء مع رحمة الله بهم، والسابق بالخيرات يدخل الجنة ابتداء أيضا، وقد يدخل في هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ولهذا أقسام الناس في دخول الجنة 3 أقسام: من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب وهم 70,000 المذكورون في الحديث، والصنف الثاني من يدخل الجنة بعد الحساب بلا عذاب وهم الذين توزن حسناتهم وسيئاتهم ويدخلون الجنة بعد أن تثقل الحسنات، بعد أن تثقل كفة الحسنات بكفة السيئات. ويدخل في هؤلاء حتى أصحاب المعاصي الذين يدخلون الجنة بعد الحساب لكنهم لا يعذبون، إما برحمة الله أو بشفاعة الشافعين أو بأهوال المحشر أو بعذاب القبر أو بالمصائب المكفرة أو بالحدود التي تقام عليهم في الدنيا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 10 أسباب تكفر الذنوب، فقد يحصل لهؤلاء دخول الجنة ابتداء فيدخلون في هذا الصنف وهم الذين يدخلون الجنة بعد الحساب بلا عذاب. والصنف الثالث هم من يدخل الجنة بعد الحساب والعذاب،
وهؤلاء هم الذين يدخلون النار بذنوبهم وبخطاياهم بعدل الله تبارك وتعالى، ثم مآلهم إلى دخول الجنة بما معهم من التوحيد مع رحمة الله بهم. فهذه هي أقسام المؤمنين من حيث العمل ومن حيث الدرجات ومن حيث التفاوت في دخول الجنة. ذكر المصنف رحمه الله هذه الآية مستدلا بها على أن الذنوب والخطايا لا تحبط جميع السيئات الحسنات، الذنوب والخطايا لا تحبط جميع الحسنات كما يقول ذلك الوعيدية. فذكر الله عز وجل من اصطفاهم الله للإسلام ومنهم الظالم لنفسه، قال فجعل من المصطفين. فإذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات فهل تحبط بقدرها؟ وهل يحبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر؟ هنا مسألتان، مسألة اتفاقية متفق عليها ومسألة مختلف فيها بين أهل السنة. المسألة الأولى أن السيئات التي هي من جنس الذنوب والخطايا من الكبائر والصغائر لا تحبط جميع الحسنات، وهذا أصل مقرر دلت عليه الأدلة وهو من أصول أهل السنة. الذي يحبط جميع الحسنات هو الشرك والكفر، ولا تحبط جميع الحسنات بشيء من الكبائر والصغائر، وإنما يقول بذلك الخوارج الذين يقولون إن هذه الكبائر مكفرة ومخرجة من الدين، وأما أهل السنة فيقولون إن هذه المعاصي وهذه الذنوب لا تحبط جميع الإيمان. ولهذا اشتهر في كتب أهل السنة تسمية هذا الظالم لنفسه بأنه فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان، يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا ننفي عنه مطلق الإيمان ولا نثبت له الإيمان المطلق. مطلق الإيمان هو ما يقارن الإسلام وما يدل على الإسلام، فلا إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام، والإسلام والإيمان بينهما ترادف في جزء من العمل. فأول ما يدخل الرجل في الإسلام يقال هو مسلم مؤمن، لكن ليس هو الإيمان الكامل وإنما هو أصل الإيمان. وهذا هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجارية لما سألها أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. ولهذا شرط العتق هو أن تكون النفس مؤمنة، وما قال أحد من أهل العلم أنها مؤمنة كامل الإيمان، وإلا لتعذر العتق، فيقال من له معصية لا يعتق ولا يتحقق به بعتقه الشرط في الكفارة. فالإيمان هنا هو أصل الإيمان وهو مطلق الإيمان. ولهذا بعض أهل السنة يقول في مسمى هذا العاصي يقول أقول هو مؤمن كما سماهم الله مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا الذين حققوا أصل الإيمان، آمنوا حققوا الإيمان الواجب من بقية الشعب الواجبة. ومن أهل العلم يقول هو مسلم لأن الله قال قالت الأعراب آمنا قل لم تسلموا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهذا
قول لبعض أهل السنة، وبعضهم يقول أقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهذه الأقوال كلها نقلها الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح حديث بني الإسلام على خمس. فالشاهد من الآية أن الله عز وجل وصف العصاة بأنهم من المصطفين للإسلام، وهذا يدل على أن المعاصي لا تحبط جميع الحسنات، وهذه مسألة متفق عليها بين أهل السنة، ويخالفهم فيها الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي والمعتزلة الذين يخرجون صاحب المعصية من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، يقولون في منزلة بين المنزلتين، وهذه المنزلة بين المنزلتين لا حقيقة لها، لأنه إذا خرج من الإيمان دخل في الكفر، إذا خرج من أصل الإيمان دخل في الكفر. فإذا كان هو ليس بمسلم وليس بمؤمن في أصل إيمانه هذا هو الكافر. أما المسألة الثانية وهي هل تحبط بعض السيئات، هل تحبط بعض الحسنات ببعض السيئات، يعني هل توجد ذنوب تحبط بعض الحسنات؟ ذكر المصنف هنا قولين، قال فيه قولان للمنتسبين إلى السنة، منهم من ينكره يقول أن الحسنة إذا كتبت في ديوان العبد لا تحبطها المعاصي، وإنما يعاقب على المعاصي والحسنات باقية. ومنهم من يثبت ذلك وهو إحباط بعض السيئات ببعض الحسنات، وهذا هو الصحيح، وقد ذكره شيخ الإسلام كثيرا في كتبه، وذكره الإمام ابن القيم ونقل الإجماع عليه، ولهذا قال ومنهم من يثبته كما دلت عليه النصوص. ففي قوله كما دلت عليه النصوص هذا دليل على الترجيح، لأنه لا يمكن لعالم أن يقول في مسألة مختلف فيها هذا القول دلت عليه النصوص ويرى أنه مرجوح. ثم ذكر الأدلة على ذلك، قال مثل قوله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فهذه الآية حجة لهذا القول، وهو أن سيئة المن تبطل أجر الحسنة، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فهذا دليل أن هذه المعصية وهي المن، وهو أن يمن المحسن على من تصدق عليه بأن يذكر له أنه أحسن إليه على سبيل إظهار الفضل عليه وأنه قد أدى إليه شيئا، أو يؤذيه بالكلام ويحتقره، أو يتصدق، ولربما صاحب هذه الصدقة شيئا من اللوم كما يقوله بعض الجاهلين، إذا تصدق يقول خذ هذا وأنت لماذا لا تعمل، لماذا لا تكتسب، لماذا كذا وكذا. فهذا إذا كان على وجه النصح لا يكون في هذا المقام، لأن المقام مقام صدقة. وأما إذا كان على وجه الأذية فهذا من الأذى الذي قد يبطل أجر هذه الصدقة. هذه الآية هي حجة لأصحاب هذا القول. وأما من ينكر إحباط الحسنات في بعض السيئات يقول أن السيئة لا تبطل أجر الحسنة إلا إذا كانت متعلقة بها، فأجابوا في حجة أصحاب القول الأول بأن المن
متعلق بالإحسان لذلك الرجل، فهذا المتصدق أحسن إليه وآذاه، فهذا من جنس واحد في موطن واحد، فأبطل المن والأذى الحسنة. وأما إذا كانت السيئة لا تتعلق، لا تعلق لها بالحسنة، مثل أن يصوم يوما في سبيل الله ويشتم مسلما، فيقولون هذه لا تعلق لها، سيئة لا تعلق لها بهذه الحسنة، وأما المن له تعلق بالإحسان إليه. قال أيضا دل على أن هذه السيئة تبطل الصدقة. قال وضرب مثله بالمرائي، أيضا المرائي عندما يرائي بعمله فالرياء يبطل العمل، وهذا بالاتفاق، الرياء يبطل العمل، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. أيضا أجاب أصحاب القول الثاني بأن الرياء متعلق بهذا العمل، فإذا رأى في صومه أو صلاته أبطل رياؤه صومه وصلاته، وإذا كان الرياء في عمل آخر فلا يبطل ذلك العمل الآخر. قال وقالت عائشة رضي الله عنها أبلغي زيدا أن جهاده بطل. هذا أيضا حجة لأصحاب القول من يقول بإبطال بعض السيئات لبعض الحسنات. والأصل في هذا الحديث الذي جاء في مسند الجعد وهو عند البيهقي في السنن عن أبي إسحاق، قال دخلت امرأة على عائشة رضي الله عنها وأم ولد لزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فقالت لها أم ولد زيد إني بعت من زيد عبدا 800 نسيئة واشتريته منه 600 نقدا. فقالت عائشة رضي الله عنها أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة المذكورة في الحديث هي ما يعرف عند العلماء ببيع العينة، وهو أن يبيع الرجل سلعة بثمن مؤجل، مثل أن يبيع سيارة 100,000 بثمن مؤجل على هيئة أقساط، أو يدفع الثمن بعد سنة أو سنتين، ثم يقوم ويشتري هذه السيارة 80 مؤجل. فهذه الصورة هي ما يعرف ببيع العينة، وذكر العلماء أنها محرمة واحتجوا لها بقول عائشة رضي الله عنها، وهذا مما لا يقال بالاجتهاد، فله حكم الرفع. الشاهد من الحديث أنها قالت أخبري أن زيدا قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصورة لا علاقة لها بجنس الجهاد، ولهذا قول عائشة هو حجة قوية لمن يقول بإبطال بعض الحسنات لبعض بعض السيئات لبعض الحسنات ولو لم تكن من جنسها. نعم. المصنف رحمه الله: وأما قوله أن تحبط أعمالكم وحديث صلاة العصر ففي ذلك نزاع، وقال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. قال الحسن رحمه الله بالمعاصي والكبائر، وعن عطاء رحمه الله بالشرك والنفاق، وعن ابن السائب رحمه الله بالرياء والسمعة، وعن مقاتل رحمه الله بالمن، وذلك أن قوما منوا بإسلامهم، فما ذكر عن الحسن يدل على أن المعاصي والكبائر تحبط الأعمال. فإن قيل لم يرد إلا إبطالها بالكفر، قيل ذلك منهي عنه في نفسه وموجب للخلود الدائم، فالنهي عنه لا يعبر عنه بهذا، بل يذكره على وجه التغليظ كقوله من يرتد منكم عن دينه ونحوها.
والله سبحانه في هذه وفي آية المن سماها إبطالا ولم يسمه إحباطا، ولهذا ذكر بعدها الكفر بقوله إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار الآية. فإن قيل المراد إذا دخلتم فيها فأتموها، وبها احتج من قال يلزم التطوع بالشروع فيه، قيل لو قدر أن الآية تدل على أنه منهي عن إبطال بعض العمل فإبطاله كله أولى بدخوله فيها، فكيف وذلك قبل فراغه لا يسمى صلاة ولا صوما. ثم يقال الإبطال يوجد قبل الفراغ أو بعده، وما ذكروه أمر بالإتمام، والإبطال هو إبطال الثواب، ولا نسلم أن من لم يتم العبادة يبطل جميع ثوابه، بل يقال إنه يثاب على ما فعل من ذلك. وفي الصحيح حديث المفلس الذي يأتي بحسنات أمثال الجبال. ثم قال المصنف رحمه الله وأما قوله أن تحبط أعمالكم وهو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وحديث صلاة العصر وأن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال ففي هذا نزاع، والنزاع في أن بعض أهل العلم قال أن هذه من الكفر، فرفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم كفر يحبط العمل، فخرج هذه الآية من موطن النزاع على قول. وكذلك صلاة العصر فإن من تركها تهاونا حتى يخرج الوقت فقد كفر عند بعض أهل العلم، وهذه حجة لمن يقول بتكفير تارك الصلاة تهاونا. قال وقال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، هذه الآية أيضا اختلف العلماء في تفسيرها، هل هذه الآية هي في إبطال العمل بعد تمامه أو أن الله نهى عن إبطال العمل كالذي شرع في صلاة أو في صوم تنفلا، فهل يجوز له أن يخرج من هذا العمل فيجب عليه الإتمام؟ وهذا قول لبعض أهل العلم، قال بعضهم إن النوافل إذا دخل فيها الرجل وجبت، فإذا صام يوما متنفلا فإنه لا يجوز له أن يبطل عمله بهذه الآية، وكذلك من صلى ركعتين فشرع في الركعة الأولى ثم خرج من الصلاة قبل إتمامها، فقالوا هذا أيضا هو المقصود بهذه الآية. والصحيح أن المتنفل لا يجب عليه إتمام العمل، كما ثبت في الحديث أن الصائم أمير نفسه في صيام النفل، كذلك الصلاة إذا عرض له شيء مثل أن تقام الصلاة الواجبة وخرج منها فإنه لا يجب عليه الإتمام. أما في الحج والعمرة فإذا شرع في الحج والعمرة متنفلا فيجب عليه الإتمام. قال وقال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، هذه بعض أقوال المفسرين، قال الحسن أي الحسن البصري بالمعاصي والكبائر، وعن عطاء بالشرك والنفاق، وعن ابن عباس، وعن ابن السائب بالرياء والسمعة، وعن مقاتل بالمن. قال وذلك أن قوما منوا بإسلامهم، فما ذكر عن الحسن يدل على أن المعاصي والكبائر تحبط الأعمال، قول الحسن يدل على أن المعاصي تحبط الأعمال لأنه قال بالمعاصي والكبائر. فهذه بعض أقوال المفسرين في معنى الآية. قال المصنف فإن قيل لم يرد إلا إبطالها بالكفر، وهذا قول لبعض المفسرين كما قال بالشرك والنفاق وهو قول عطاء، قيل ذلك منهي عنه في نفسه وموجب للخلود، فالنهي عنه لا يعبر عنه بهذا بل يذكر على وجه التغليظ كقوله من يرتد منكم عن دينه، فقال إن هذا لا يعبر عنه بالإبطال،
لأن الذي يعبر عنه بالإبطال هو العمل الصالح إذا أبطله المسلم، وأما الشرك فإنه لا يقال أبطل العمل وإنما يحبط العمل. قال والله سبحانه في هذه الآية وفي آية المن سماها إبطالا ولم يسمها إحباطا، وهذا من التفريق بين حبوط العمل وبين إبطال العمل. فحبوط العمل يكون بذهاب أجره بالكلية وبأن لا يبقى منه شيء ولا يسمى عملا بعد الحبوط، وأما إبطال العمل فهو أن يبطل العمل ويبطل ثوابه، وهذا في حق المسلم إذا أفسد حسنته بسيئة أو بشيء من الأمور التي تبطل العمل. قال ولهذا ذكر بعدها الكفر، يعني بعد أن قال الله عز وجل يعني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، فدل على أن الآية الأولى في المسلمين ونهاهم الله عز وجل أن يبطلوا العمل. قال فإن قيل المراد إذا دخلتم فيها فأتموها، وبها احتج من قال يلزم التطوع بالشروع فيه، هذا قول لبعض أهل العلم، قال في قوله لا تبطلوا أعمالكم أي بالشروع فيها، وهذا يقول به من يقول بوجوب إتمام النافلة إذا شرع فيها. قال رحمه الله في جوابه قيل لو قدر أن الآية تدل على أنه منهي عن إبطال بعض العمل فإبطاله كله أولى بدخوله فيه، وهذا ظاهر، لو قدر النهي عن إبطال بعض العمل بالشروع فيه فالنهي عن إبطاله بالكلية من باب أولى. قال وكيف وذلك قبل فراغه، وهذه أيضا من الحجة، كيف أيضا يقال لا تبطلوا أعمالكم وهو لا يسمى عملا قبل فراغه، فالصلاة لا تكون صلاة إلا بعد الفراغ منها، والصوم لا يكون صوما إلا بعد الفراغ منه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته صل فإنك لم تصلي، فالصلاة لا تكون صلاة إلا بإتمامها. ولهذا كان بعض السلف إذا سئل عن الصلاة والصوم هل صليت هل صمت يقول إن شاء الله، لا يشك في عمله ولكن يشك في القبول، لأنه قد يعتري العمل شيء من النقص فيرد به العمل. قال وما ذكروه أمر بالإتمام والإبطال هو إبطال الثواب، ولا نسلم أن من لم يتم العبادة يبطل جميع ثوابه. يقول لا نسلم أن من لم يتم العبادة يبطل جميع ثوابه، وهذه المسألة فيها تفصيل، إذا كان العمل آخره مرتبط بأوله فنعم فإن العمل لا يقبل إلا بعد تمامه مثل الصلاة والصوم، وأما إذا كان لا ارتباط لآخره بأوله مثل القراءة، قرأ 50 آية ثم قرأ بعد 50 آية دخلها الرياء، فهذا يبطل بعض العمل وهو ما دخله الرياء ويؤجر على ما تقدم من العمل الذي كان مخلصا فيه. فهذه المسألة فيها تفصيل في قوله وما ذكروه أمر بالإتمام والإبطال هو إبطال الثواب، ولا نسلم أن من لم يتم العبادة يبطل جميع ثوابه، هذا فيما ليس لآخره ارتباط بأوله. قال بل يقال أنه يثاب على ما فعل من ذلك، هذا كما تقدم في إحدى الصور، وأما مثل الصلاة والصوم فإن من صام نصف النهار وأفطر بعد ذلك لا يقال أنه صام نصف يوم، ومن طاف شوطا ولم يتم الأشواط 7 لا يقال أنه طاف، وهكذا. قال وفي الصحيح حديث المفلس الذي يأتي بحسنات أمثال الجبال، وهذا دليل أيضا أن الذنوب والخطايا تبطل أجر ما يقابلها من الحسنات، لأن هذا المفلس الذي أتى بحسنات أمثال الجبال
جاء في الحديث أنه يؤخذ للناس من حسناته ثم يزج به في نار جهنم، فهذا دليل على أن الذنوب قد تبطل أجر ما يقابلها من الحسنات. لكن في هذا تفصيل، منهم قال أن الإبطال هو في الميزان، لأن الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فإذا كثرت السيئات قد تذهب بأجر الحسنات فتثقل كفة السيئات فيدخل النار. ومنهم من قال بل إن الإبطال قبل الميزان، فإنه يعمل العمل الصالح ثم يأتي بسيئة فيبطل أجره ولا يكتب له هذا العمل قبل الميزان. وفي المسألة خلاف، وبهذا نفرغ من قراءة هذه الرسالة القيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي في تزكية النفس، وقد ذكر آثار الذنوب وما يتعلق بها من مسائل، وختم هذه الرسالة بمسألة إبطال السيئات لأجر ما يقابلها، لإبطال السيئات لأجر ما يقابلها من الحسنات، وأن أصل أهل السنة أن الحسنات كلها لا تبطل بشيء غير الكفر والشرك، وأما إبطال بعض الحسنات ببعض السيئات فهذا الذي دلت عليه الأدلة، وهو المشهور من أقوال أهل العلم كما تقدمت على ذلك الأدلة. نسأل الله التوفيق الجميع، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا حسن الاتباع والثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وعانكم على العلم النافع وعمل الصالح، وعانى السامعين من طلابكم وغيرهم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف صلى الصحابة رضي الله عنهم عليه؟ هل صلوا عليه كما نصلي على الأموات بأربع تكبيرات، أو كان كل واحد يصلي عليه بنفسه ويدعو؟ قيل أنهم صلوا عليه فرادى لاشتغالهم بتشييعه، وقد كان بعضهم اشتغل بأمر الأمة وما أوجب الله عز وجل عليهم من النظر في الخلافة ولما أصاب الأمة من ذهول بموت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، وقال: هذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. هل هذا القول صحيح، أم أن الطعام كلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأنه مسموم؟ هذا يقول به بعض المحققين، إذا ما ثبت هذا فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مات من أثر ذلك السم الذي وضعه له اليهود في الطعام، ومن هنا قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا من أثر ذلك السم. والنبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله عز وجل وانتقل للرفيق الأعلى بعد أن أدى الرسالة، وموته كان بأجل وبقدر الله سبحانه وتعالى، وبحث مثل هذه المسائل لا أثر له في العلم، ولهذا لا ينبغي التوسع في التنقيب عن هذه المسائل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الآية، هل صحيح بأن الله تعالى قدم الظالم في أول الآية لئلا ييأس، وأخر السابق بالخيرات لئلا يفخر؟ الله أعلم. على كل حال، الآية لا واضح فيها التدرج، وإن الله بدأ بالأدنى ثم الأعلى ثم الأعلى. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم سفر المرأة للعمرة بالطائرة بدون محرم وينتظرها محرمها في المطار؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر مع غير ذي محرم، لا في طائرة ولا في سيارة، والنص
صريح في نهي المرأة عن السفر ووجود هذه الوسائل لا يخرج السفر عن حكمه. وأما إعمال العقول في النصوص الشرعية يقال هذا عندما كان السفر على البعير وعلى الدواب، والآن وجدت الطائرة والمرأة تصعد الطائرة ثم يستقبلها وليها في المطار وهي دقائق، كل هذا من إعمال العقول في النصوص. وقد نبه فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله على هذا الأمر، وقال أن هذا سفر والطائرة قد تهبط في مكان غير المكان المعد لهبوطها، وقد يحصل لها خلل، وقد يصيب المرأة في أثناء السفر مرض فتحتاج لمن يقوم على خدمتها، ولربما اضطرت إلى من يحملها، فهل يحملها الرجال؟ فهذا مما يدل على حكمة الشارع في أن النهي لمصالح شرعية، ولا ينبغي إعمال العقول في هذا الأمر. وقد وقفت بنفسي في سفر، كنا في خارج هذه البلاد في دورة علمية، فكان رجل لا ينتسب للدعوة ولكنه عرفناه في المطار، كان ينتظر زوجته التي جاءت في طائرة بمفردها، ثم بلغه بعد ذلك أن هذه الرحلة أصيبت الطائرة بخلل وهبطت في مكان آخر، فأصاب هذا الرجل من الهم ما لا يعلم به إلا الله. وذكر أن هذه المرأة لا خبرة لها ولا تستطيع أن تفعل شيئا، وهذا دليل على حكمة الله عز وجل في أن ما يقرره بعض الناس الآن بأن الطائرة ستقلع ويودع المرأة أولياؤها ويستقبلها وليها أو قريبها في مكان آخر ولا محذور في ذلك، قد يحصل ما حصل لهذا الرجل وقد يحصل غير ذلك، وقد تتعرض المرأة لفتنة وهي على متن الطائرة من بعض ضعاف النفوس يطمعون فيها إذا ما رأوها بمفردها. فالسفر حكمه باقي إلى قيام الساعة، سواء وجدت الطائرة أو وجدت الوسائل الأخرى، فلا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا في حج ولا في عمرة، والمرأة لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا مع وجود المحرم. ولهذا لو أنها ملكت المال وقيمة التذاكر وليس لها محرم يصحبها في حجها وفي عمرتها فلا يجب عليها إلا بعد وجود المحرم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا استرقى الإنسان مرة واحدة وندم على ذلك ولم يسترق مرة أخرى، فهل يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ يرجى له، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والاسترقاء ليس بذنب، الاسترقاء ليس بذنب، ولكنه تركه فضيلة. فإذا حرص المسلم على أن لا يسترقي فهذا له فضل عند الله عز وجل، فإذا فعله بجهل ورجع عنه وعزم على أن لا يعود إلى هذا يرجى له إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الظالم لنفسه يكون عنده تقصير في الواجبات؟ نعم، الظالم لنفسه إما أن يقصر في الواجبات أو يرتكب بعض المحرمات، لأن ظلم العبد لنفسه بأحد أمرين: إما بتقصيره في المأمور الذي أوجبه الله، أو بارتكابه للمحذور المحرم الذي حرمه الله. أما تقصيره في المستحب وارتكابه للمكروه فهذا ليس هو الظالم لنفسه، وإنما هذا نقص في كمال الإيمان المستحب. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من هم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟
هؤلاء وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فذكر ثلاث خصال. وبعض الناس يظن أن هذه الخصال هي السبب بمفردها في دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، ولكن هذه الأشياء الثلاثة هي مقياس لقوة التوكل وعظم الاستقامة على دين الله عز وجل وعظم الثقة بالله. لا يسترقون، وهذا من تمام التوكل على الله، ولا يتطيرون، وهذا دليل على قوة الإيمان والتوحيد، وعلى ربهم يتوكلون. فهذه خصال عظيمة إذا تحققت فهي ميزان لغيرها من الأعمال الصالحة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي طريقة التوبة النصوح؟ التوبة النصوح هو أن يقلع العبد عن الذنب وأن يعزم على عدم الرجوع إليه وأن يندم على ما مضى، الندم على ما مضى والعزم على الاستقامة وعدم الرجوع والثبات على ذلك. وإذا كانت الذنوب متعلقة بمظالم للعباد يتخلص منها ويؤدي الحقوق لأصحابها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف أقوي إيماني وأبتعد عن المعاصي؟ تقوي إيمانك بمعرفة أسباب زيادة الإيمان ونقصانه، فتأتي بما يزيد الإيمان وتتجنب ما ينقص الإيمان. فعل الطاعات بدءا بالواجبات ثم المستحبات، وتجنب المعاصي والذنوب، والمسابقة إلى طاعة الله عز وجل بالمستحبات والإكثار من النوافل، بهذا يزيد الإيمان. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يصطفي الله تعالى الظالم لنفسه بالمعاصي؟ الاصطفاء هنا مقيد، وهو اصطفاءه للإسلام. وبعض الناس يفهم أن المصطفين الذين ذكروا في الآية أنهم أولياء الله، وهذا وهم وخلل في الفهم، فإن العاصي ليس من أولياء الله إذا قيل ولي لله على الإطلاق، وإنما كل مسلم هو ولي لله، ولكن هذه الولاية مقيدة. أما الولي المطلق لا يكون من أصحاب المعاصي، الأولياء هم الذين استقاموا على طاعة الله بفعل الواجبات وترك المحرمات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في درس الأمس ذكرتم الفرق بين الوجه والذات في قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، فأريد أن أعرف لماذا عبر بالوجه وبالذات عن بالوجه عن الذات. نعم، لأن السياق يدل على هذا: كل شيء هالك إلا وجهه، فمعلوم أن البقاء لله عز وجل. ولا يقول ما قاله بعض الزنادقة، تعالى الله عن قولهم، قالوا أن الله عز وجل يرد عليه الفناء إلا الوجه، تعالى الله عن قوله. هذا قول باطل، والنص يدل على أن البقاء لله وأنه هو الحي الذي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، حي لا يموت، قيوم لا ينام. فمعنى الآية ظاهر ولا تحتمل غير هذا الوجه. ولهذا قال المفسرون ومنهم ابن كثير: عبر بالوجه وأراد الذات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز صيام 5 أيام أو أكثر دفعة واحدة في هذه الأيام من شعبان؟ إنما الأعمال بالنيات. إذا نوى أن يصوم 5 أيام متتالية بقصد الإكثار من الصوم في شعبان فله أجر، وأما إذا نوى أن يسرد الصيام أياما متتالية من غير هذه النية هذا لا يجوز. وكذلك إذا كانت هناك مقصد آخر، يعني كالقضاء، يعني لمن يعني ترك شيئا من الصوم
فلا بأس أن يتابع بين الأيام قضاء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز في الروضة قطع الصلاة والمرور أمام المصلي لا يجوز لا في الروضة ولا في غيرها أن يمر بين يدي المصلي، بل كلما عظمت حرمة المكان عظمة المعصية. فهذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، حرمة هذه المسجدين أعظم من حرمة غيرهما، والروضة أيضا لها حرمة وهي لها فضيلة، فلا يجوز المرور بين يدي المصلي. وبعض الناس يريد أن يصلي في الروضة طلبا لفضيلة، ولكنه لا يحقق هذه الفضيلة إلا بارتكاب كثير من المعاصي، كالمرور بين يدي المصلين وأذية المسلمين بتخطي الرقاب، ولربما آذى بعض من يصلي بجانبه بالزحام، فهذا جهل، وهو أن يرتكب المعاصي لطلب فضيلة. قال الحافظ بن رجب بن حجر رحمه الله قال: قال العلماء الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. يعني من يأتي بالمستحبات ويرتكب في سبيلها المعاصي والذنوب فهذا غرور وجهل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أيضا: وإذا دخلت الروضة وقت الكراهة هل أصلي ركعتين؟ لا تصلي في وقت الكراهة، صلاة في الروضة وفي غيرها من المسجد ينبغي للمسلم إذا أدى عملا أن يكون فقيها بدينه، تتنفل في غير وقت النهي، لكن بعضهم كما ذكرنا المهم أن يصلي في الروضة، وقد يجد فيها متسعا في وقت النهي لأن الناس لا يصلون في وقت النهي، فيقول المهم أن أصلي، ليس العبرة أن تصلي في الروضة، وليس العبرة أن تصلي في الصف الأول، وليس العبرة أن تقبل الحجر الأسود، لكن كيف تصلي في الصف الأول وكيف تصلي في الروضة ومتى تصلي، هذه الأمور تحتاج إلى فقه، وهو أن تؤدي العبادة على وجه المشروع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا ذكر الوالد ولده بأنه رباه وأنفق عليه وأحسن إليه هل هذا يدخل في المن بالصدقة؟ إذا ذكر هذا على سبيل النصح وعلى سبيل تشجيعه على البر، وهذا من الإحسان إليه، يريد أن يذكره بحقه عليه حتى يستقيم، هذا ناصح. وأما إذا قصد أن يمن عليه من غير مصلحة متعلقة بنصحه فهذا لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذكر العلماء أقوالا عديدة عن إحباط العمل، هل هو قبل الميزان أو بعده؟ يقول السائل: ذكر العلماء رحمهم الله أقوالا عديدة عن إحباط العمل، هل هو قبل الميزان أو بعده؟ نرجو منكم القول الراجح في ذلك. إحباط العمل. نعم. الصحيح أن الإحباط يكون مع الشرك، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمل. فالذي ذكر مع الشرك هو الحبوط، والحبوط هو أن لا يبقى للعمل أثر، بخلاف الإبطال فإن العمل قد يبطل ويقال أنه عمل لكنه عمله باطل، وأما الحبوط فلا يسمى عمل أصلا، فالحبوط يكون قبل الوزن ويكون في الدنيا، ولا ينتفع المشرك بشيء من عمله إذا حبط، ولهذا يعامل إذا قامت عليه الحجة بكفره وشركه بعد الإيمان معاملة المشركين، لكن لا بد من قيام الحجة على من طرأ عليه الشرك والكفر إذا كان هذا عن تأويل، وأما إن كان عن عناد ومكابرة كردة صريحة عن الإسلام فإن هذا محبط للعمل وموجب للكفر، ويعامل في الدنيا معاملة الكفار والمشركين، بل إن المرتد ردته أغلظ من الكافر الأصلي، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وأما الإبطال فهذا الذي وجد فيه الخلاف بين أهل العلم، هل تبطل الأعمال
قبل الوزن أو عند الوزن، هذا خلاف بين أهل العلم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين الذنوب والخطايا والسيئات؟ الذنوب والخطايا والسيئات كلها مترادفة، ولكن جاء في بعض النصوص ما يدل على تفريق بينها، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فقال العلماء: السيئات هي الصغائر، والكبائر هي الذنوب العظيمة. ومنهم من يقول أن السيئات هي الكبائر أيضا، لكن إذا ذكرت الكبائر وذكرت السيئات فالسيئات هي الصغائر والكبائر هي الذنوب العظيمة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لو وعدتم لنا قاعدة الفاسق الملي وأننا لا نثبت له الإيمان المطلق. نعم، الفاسق الملي أو المسلم الذي طرأ عليه أو حصل منه شيء من الذنوب، هذا لا يثبت له الإيمان الكامل، لا يقال هو مؤمن الإيمان الكامل، ولا ينفع عنه أصل الإيمان. قال شيخ الإسلام: لا ننفي عنه مطلق الإيمان ولا نثبت له الإيمان المطلق. الإيمان المطلق هو الكامل، مطلق الإيمان أصل الإيمان، لا ننفي عنه أصل الإيمان، نقول هو مؤمن يعني في أصل إيمانه وهو مسلم، ولا نقول هو مؤمن كامل الإيمان. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أيهما أفضل في رمضان، قراءة القرآن أم تفسيره؟ الناس يتفاوتون على الصحيح فيما يؤدون، فالذي يحسن التفسير ويفسر القرآن ويوضحه ويبينه للناس فهذا لا شك أن نفعه متعدي، والذي يقرأ قراءته لنفسه. ولكن لو تكلف غير العالم بالتفسير أن يفسر القرآن أو يقول أتدبر وأستنبط الأحكام من الآيات من غير علم فهذا يعني غير صحيح. فالناس يتفاوتون على الصحيح بحسب فضائل الأعمال. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: ما هي الأشياء التي تطلب منها البركة عامة وفي العمرة والحج خاصة؟ أعد السؤال. يقول: ما هي الأشياء التي تطلب منها البركة عامة وفي العمرة والحج خاصة؟ البركة في السنة، اتباع السنة، فالسنة مباركة، كما قال ابن مسعود: اجتهاد اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. في العمرة وفي الحج وفي الصلاة وفي الصوم العبرة بإصابة السنة، فكلما كان العمل أخلص وأصوب فهو أفضل وفيه خير وبركة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أخذت امرأة من زوجها مبلغا من المال بدون علمه وزوجها توفي، فماذا عليها؟ هذا فيه تفصيل: إن كان من عادتها أن تأخذ من ماله وهو يأذن لها وتأخذ من مالها ما يكفيها للنفقة فلا بأس، وإذا كان من عادته أنه لا يأذن لها إلا أن يعطيها وهو ليس ببخيل فلا يجوز لها، وتعيد هذا المال إلى الميراث. وأما إن كان بخيلا فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألت عن زوجها أنه بخيل، فأذن لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وأبنائها بالمعروف. نعم، جزاكم الله خيرا. قول السائل: ذكرتم في الدرس أو في هذه الأسئلة أن المسلم لا يصلي في وقت النهي، وكيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين الحديث؟ السؤال كان يسأل عن الصلاة في الروضة، ما كان يسأل عن تحية المسجد، فينبغي أن يفرق بين الكلام المطلق والمقيد، والإجابة دائما تكون على قدر السؤال. السائل ما سأل عن تحية المسجد، وهذه المسألة كلما سئلت عن تحية المسجد ذكرت الخلاف في تحية المسجد والخلاف فيها هل تؤدى في وقت النهي أم لا. أما السائل يسأل عن التنفل في الروضة، أما إذا دخل المسجد وهو يريد يصلي تحية المسجد وذهب للروضة وجد مكانا فلا بأس أن يصلي تحية المسجد ولو كان في غير وقت النهي. نعم، ولو كان في وقت النهي. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحن رحلة أتينا في رحلة من مصر لأداء العمرة، ومسافرون غدا إلى مكة إن شاء الله، ونمكث بها 10 أيام، فكم عمرة نستطيع أن نؤدي في هذه 10 الأيام وكيف؟ السنة إذا دخلتم مكة تكتفوا بعمرة واحدة ولا تترددوا على التنعيم وعلى غيره من الحل بالإتيان بأكثر من عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل مكة ثم خرج منها ليرجع إليها معتمرا، لا من التنعيم ولا من الجعرانة ولا من غيرهما، وهذا قرره شيخ الإسلام في منسكه وهو إمام محقق، وهذا الذي عليه الصحابة. وما يعرف عن أحد أنه اعتمر من غير أهل مكة من مكة إلا عائشة رضي الله عنها بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد إلحاح منها رضي الله عنها. فالأصل هو عدم الاعتمار، والعبرة كما ذكرنا العبرة بإصابة السنة. وأفضل ما يكون لكم في حقكم في هذه الأيام 10 في بقائكم في مكة أن تكثروا من الطواف، وأن تكثروا من الصلاة في المسجد الحرام وقراءة القرآن، والتقرب إلى الله بالمستحبات والنوافل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يسعى لحفظ القرآن، وهل يكفيه محاولة الحفظ عن التلاوة في رمضان؟ الحفظ إذا استطاع يعني أن يحفظ القرآن فهو خير عظيم، وإذا شق عليه وقرأ القرآن يعني عن طريق المصحف فهذا خير أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلت.